الصراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض؟ ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعه، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 واحده يا اخوانا، مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدينا. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي لحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري؟ يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضتوا مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني الشتيمه. واقف عندك مش تعمل ايه يا حظاظ؟ يا باشا تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بنفس التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحبس يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. في بيتك